وإلى اليوم الرابع من مهرجان القدس للموسيقى للجاز يوم 22/3/1999 ونطلقي فيها مع عازف البيانو فرانك أمسالم أو فرانك أمسالم. ولد في مدينة وهران في الجزائر عام 1961 وترعرع في مدينة نيس الفرنسية حيث تخرج من معهد نيس للموسيقى عام 1981. قرر أن يترك فرنسا في هذا العام متوجها إلى الولايات المتحدة بحثا عن أفاق موسيقية جديدة، وفي عام 1987 رجع إلى فرنسا ليصبح المدير الموسيقي في كازينو مونتي كارلو الكبير. بعد ذلك رجع إلى الولايات المتحدة لينضم إلى ورشة تلحين للجاز المعروفة باسم BMI. حاز فرانك على جوائز عدة، أهمها جائزة الملحن الصغير عام 1991 لتلحينه المعروف أرابيسك، والجائزة الثانية لمسابقة عزف الجاز على البيانو في جاكسونفيل عام 1992.
أعزائي المستمعين، لازلتم مع برنامج تقاسيم ليلية Night Rhythm Soul & Jazz، ودائما بامتياز على أمواج 91.5 FM الإذاعة الرسمية لمهرجان القدس لموسيقى الجاز. وحلقة اليوم حلقة خاصة عن مهرجان القدس لموسيقى الجاز، ونبقى مع اليوم الرابع لمهرجان القدس لموسيقى الجاز مع فرانك عمسالم من فرنسا ومن الجزائر، من الولايات المتحدة، مش مبين لهلا من وين. ويمتاز أسلوب فرانك بالحساسية المرهفة والنضج العميق لمفهوم اللحن وبالمقدرة على العزف برشاقة. بلا شك فرانك عازف ماهر ومتألق، عزف مع العديد من كبار موسيقى الجاز مثل جيري موليغان، بوب بروكماير، وبوبي واتسون وغيرهم. Thank you.
باسم ناصر معكم، وبتأمل أنكم مستمتعين في هذه الحلقة الخاصة عن مهرجان القدس للموسيقى للجاز، برنامج تقاسيم ليلية نايت ريثم سول وجاز، ودائما بامتياز على أمواج 91.5 FM كل يوم سبت اثنين وأربعاء من 10 إلى 11 ليلة.